الفنان حسن الرداد يوجه الشكر للفنانة هالة صدقي والفنان محمد حمائي على حسابه الخاص بالإنستجرام، حيث نشر صورة لهالة صدقي مكتوب عليها واجب العشرة لموقف هالة صدقي المميز والنبيل مع دنيا وإمي سمير غانم يوم جنازة والدهم سمير غانم، كأنها الأم التي كانت تحمي وتحاجي على بنتها. طريق يا فندم، طريق. حيث نشرت هالة صدقي على حسابها الخاص في الفيسبوك صورة لدلال عبد العزيز ورجاء الجداوي، وكتبت عليها: أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. نزلت من دبي لحضور فرح، رحت العزاء واعتذرت عن الفرح. وكما هو معروف في الوسط الفني أن الفنانين العظماء دول كانوا لا يمكن يسيبوا أي واجب، سواء عزاء أو زيارة مريض. وفي يوم سألت رجاء: يا رجاء، أنت ليه بتروحي لكل من هب ودب؟ حتى لو علاقتك بيهم مش قوية وتتعبي نفسك مع الناس وما تعرفيهمش. كانت تقولي: علشان في عزايا عايزة الدنيا كلها تقف مع أميرة بنتي ويبقى عزا كبير، وتتركنا رجاء في ظروف الكورونا وخلصت أصدقائها المقربين جدا، هم بس اللي يروحوا عندها ويعزوهم ويعزوا نفسهم ويعزوا أميرة بنتها. ودلال حضرت عزا مصر كلها، وأهم عزا لها حبيبها وجوزها وعشرة عمرها ما تحضر العزا، ولا عارفين رد الفعل لما تعرف بخبر شريكها في الحياة وإنها الوحيدة اللي مودعتوش. اوعي تحسبيها ابدا، سيبيها على ربنا واللي رايده هيكون. الانسان مصير وغير مخير. الله يرحمك يا مبدع، الله يرحمك يا مبدع ويصبر بناتك وحبايبك. اما بالنسبه للفنان محمد حمائي، كان المفروض يغني في فرح نجل ايمن جميل رجل اعمال المعروف، ولكن اعتذر لهم ورجع الديبوزيت حزنا واحتراما لوفاه سمير غانم، وهو لا من جيله ولا من سنه ولا اشتغل حتى معاه. بس الاصول والواجب والتربيه بتفرق كتير قوي، بتبين معادن الانسان عكس باقي الفنانين اللي بعد ما قضوا دورهم في عزاء سمير غانم ذهبوا واسرعوا الى الجونه لحضور حفل الزفاف نجل ايمن جميل وقاموا بالرقص والغناء على المسرح. الانسان موقف يا هي جماعه. هي دي الحقيقه يا ابني، ما تهربش منها. الدنيا حلوه وعجيبه قوي وتستاهل، تستاهل انك تعيشها.